عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناتكم السعودية. وفيها المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية. القوات البحرية تعزز أسطولها بإرساء العارضة الرئيسة لسفينة جلالة الملك سلمان في مارينة الأمريكية. منتخب المملكة للأحياء يحقق 4 جوائز في الأولمبياد الدولية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس ياكو ميلوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أدانت المملكة باستنكار شديد استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وأخيرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة. جددت المملكة مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين العزل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية بحق النازحين في خان يونس والتي أودت بأكثر من 100 فلسطيني. وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف هذه المذابح المروعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها من دون رادع. وقد ارتفعت أعداد الضحايا والجرحى في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت خياما للنازحين في منطقة مواصي غرب خان يونس جنوب القطاع من غزة إلى 390 فلسطينيا، أفادت مصادر طبية فلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال تستهدف كل من يحاول إسعاف المصابين ومن بينهم مسعفون وعناصر من الدفاع المدني. وقد نددت وزارة الصحة الفلسطينية بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في خان يونس، مؤكدة أنها تأتي في سياق المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. هذا وقد أكدت بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة في اجتماع مؤتمر التبرعات للأنوروا مع الدول الأعضاء استمرار المملكة في دعم الشعب الفلسطيني في المجالات كلها، مجددة دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للوكالة. إن المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم الفلسطينيين في جميع المجالات وستبذل كل المساعي لدعم الأنروا والحفاظ على ولايتها وإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجهها. وأجدها فرصة لأعيد التأكيد على ترحيب بلادي بنتائج التحقيق الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة الأنروا الذي أكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني. كما تؤكد بلادي على أهمية التزام الدول المانحة لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق فإننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تستأنف الدول التي علقت تبرعاتها للوكالة باستئناف تلك المساعدات السنوية.
إنسانيا نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 2900 مشروع في 100 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي. شملت المشاريع قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي وكذلك الحماية وغيرها من القطاعات الحيوية بالتعاون مع 187 شريكا دوليا وإقليميا. وقد صممت منصة المساعدات السعودية وفق المعايير العالمية المعتمدة لدى المنظمات والمنصات الدولية لتسجيل وتوثيق المشروعات والمساهمات الإنسانية الخارجية للمملكة عن طريق إعداد نماذج إلكترونية تم بها حصر بيانات المساعدات. مشاريع إغاثية لدول شقيقة وبرامج إنسانية لأخرى صديقة، جسور إمداد جويا وبريا وبحري يجوب مشارق الأرض ومغاربها، ومساعدات إنسانية وتنموية وخيرية لشعوب العالم بدوله ومنظماته يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مد يد العون للمجتمعات المحتاجة شعار تبنته المملكة منذ إطلاقها منصة المساعدات السعودية عام 2018 لتكون بذلك منصة وطنية عالية التقنيات تسجل وتوثق وتجمع ما تقدمه المملكة إلى دول العالم عبر تاريخها. مساعدات المنصة غطت عدة قطاعات إنسانية وتنموية وخيرية تمثلت بمساهمات مالية في المنظمات الأممية والصناديق الإقليمية التنموية ومساعدات إغاثية في حالات الطوارئ لقطاعات عدة منها التعليم والصحة العامة والنقل إضافة إلى توليد الطاقة وإمدادها. المملكة حرصت على تقديم المساعدات إلى دول العالم دون تمييز ديني أو عرقي على شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة تشجيعا للتنمية في الدول النامية ودعما للنازحين واللاجئين وتمكينا للشباب والنساء ومساندة للمسنين والأطفال لتكون المملكة من أكبر 10 دول في العالم تقديما للمساعدات النقدية والعينية شعارها الإنسان أولا. أرست القوات البحرية الملكية السعودية العارضة الرئيسة لسفينة جلالة الملك سلمان في مدينة مارينيت في ولاية ويسكونسن الأمريكية. تعد سفينة جلالة الملك سلمان رابعة السفن التي جهزت بأحدث المنظومات المتطورة لرفع مستوى الجاهزية القتالية والدفاعية للقوات البحرية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للمملكة. أمنيا أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 20,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. بلغ إجمالي المخالفين الذين حاولوا عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية أكثر من 1700 شخص، في حين تم ضبط 16 شخصا متورطا في إيواء ونقل وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وكذلك التستر عليهم. ينطلق اليوم المعرض الافتراضي الثاني للتوظيف الذي يهدف لتمكين أفراد المجتمع والمساهمة في توفير فرص العمل الملائمة لهم. كانت النسخة السابقة والأولى من هذا المعرض قد استقطبت أكثر من 41,000 باحث عن عمل و 72 شركة ومؤسسة مع عرض أكثر من 777 وظيفة شاغرة. يسعى هذا المعرض الذي يستمر إلى يوم الخميس 18 من يوليو الجاري إلى ربط أصحاب العمل في مختلف القطاعات بالباحثين عن هذه الفرص من الكفاءات المتميزة عبر استخدام تقنية الواقع الافتراضية. وعلميا حقق المنتخب السعودي للأحياء 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 بمشاركة 83 دولة في كازاخستان، وتم اختيار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء إضافة إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية. Oh!
الحمد لله أول ما أعلنوا باسمي يعني جت لي إحساس الفخر والسعادة اللي قدرت أني أمثل نفسي وقدرت أني أمثل دولتي. طبعا هذا الإنجاز أهدي للوطن، لأن هذا ما هو إنجازي وحدي أنا، لولا الوطن، لولا الدعم اللي جانا من الدولة، ولولا الدعم من أهلنا ومدارسنا ما كنت راح أقدر أوصل للي وصلت لليوم. هذا أول شهادة بفضل الله أول شيء، وبعدين أبوي وأمي وأهلي جدي كلهم ما قصروا معي. مستحيل لو مهما نشكر الدولة ما يعني ما نقدر نوفي اللي سوته لنا، سواء كل الدعم اللي وفرته لنا من توفير التدريبات المكثفة للجزء النظري، المعسكرات الخارجية اللي حصلنا عليها سواء في إندونيسيا وهنغاريا، هذه كلها فرص ما جت لطلاب كثير موجودين هنا معنا في المسابقة. وكل الشكر بعد لموهبة وزارة التعليم، لأنهم هم اللي كان الجهة المسؤولة عننا ووفروا لنا هذا الاهتمام. نهدي الوطن هذا الإنجاز ولله الحمد. الإنجازات المتتالية هذه تعكس الدعم اللامحدود لأبنائنا وللموهبة والإبداع. عن مقاييس طقوس البيئة، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن معدلات الغبار والعواصف الرملية في المملكة هي الأقل منذ 20 عاما. بيّنت الوزارة انخفاض العواصف الغبارية بنسبة وصلت إلى 90% بفضل برامج التشجير وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وكذلك استمطار السحب. وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المملكة، حذرت وزارة الصحة من أضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس. أوضحت أن الأضرار تتمثل في التعرض للحروق وجفاف البشرة وضربة الشمس ومشاكل بالعين مثل الماء الأبيض وخطورة الإصابة بسرطان الجلد، بالإضافة إلى ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية. في منافسات العاصمة العالمية للرياضات الرياض، تمكن فريق سيلانغور الماليزية من الفوز على فريق نيفلاش الإندونيسية في ثاني مواجهات نصف نهائي بطولة موبايل ليجندز ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في أمازون أرينا في العاصمة هنا في الرياض، حيث سيواجه اليوم الأحد فريق فالكون الذي كسب المواجهة الأولى من البطولة، كما يشهد أيضا هذا النهائي نهائي بطولة فري فاير. رياضيا كذلك ولكن عالميا، يتواجه منتخب إنجلترا وإسبانيا اليوم في نهائي بطولة أمم أوروبا 24 في نسختها 17 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين. وقد وصلت إسبانيا إلى النهائي بعد تغلبها على فرنسا في الدور النصف النهائي، بينما بلغ المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح. يسعى المنتخب الإسباني إلى تحقيق لقبه الرابع كأكثر منتخب يحقق اللقب الأوروبي، فيما يسعى المنتخب الإنجليزي إلى تحقيق لقبه الأوروبي الأول لو استطاع. وإلى القارة الأمريكية، يلتقي منتخب أوروغواي مع نظيره الكندي فجر اليوم على ملعب بنك أوف أمريكا بولاية نورث كارولينا في مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 24. كان منتخب كندا قد خسر ضد الأرجنتين بهدفين مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما في منافسات الدور نصف النهائي، بينما تعرض منتخب أوروغواي للخسارة على يد كولومبيا بهدف نظيف. هذا الهدف ننهي هذه النشرة، وإليكم أهم ما جاء فيها. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية. القوات البحرية تعزز اسطولها بإرساء العارضة الرئيسة لسفينة جلالة الملك سلمان في ميريلاند الأمريكية. بمشاركة 83 دولة، منتخب الأحياء السعودي يحقق 4 جوائز في الأولمبياد الدولية. شكرا لكم، ابقوا دائما في سلام وأمان وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.